أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. 一切赞颂全归真主，天地的创造者。他是每个天神具有两翼或三翼或四翼，他在创造中增加他所意欲增加的。真主对于万事却是全能的。 ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. 无论真主赏赐你什么恩惠，绝无人能加以阻拦。无论他扣留你什么恩惠，在近世之后，绝无人能加以开示。他却是万能的，却是至睿的。 يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. 人们啊，你们应当铭记真主所赐你们的恩惠。除真主外，还有什么创造者能从天上地下供给你们吗？ 除他外，绝无应受崇拜的，你们怎能如此悖逆呢？ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. 如果他们否认你，那么在你之前的使者们却已被否认了，万事只归真主。 يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. 人们啊，真主的应许却是真实的。 所以，绝不要让今世的生活欺骗你们，绝不要让华贼以真主的优容欺骗你们。إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. 恶魔却是你们的仇敌，所以你们应当以他为仇敌。他只号召他的党羽，以便他们做烈火的居民。الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. 不信道者将受严厉的刑罚，信道而且行善者将蒙赦又和重大的报酬。أَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. 为自己的恶行所迷惑，因而认恶为善者，向真主所引导的人吗？真主必使他所抑郁者误入迷途，必使他所抑郁者遵循正道。 所以你不要为哀悼他们而丧生。
真主却是全知他们的行为的。الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور 真主是风去兴起云来，然后把云赶至一个已死的地方，而借他是已死的大地复活，死人的复活就是这样的。من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعهوالذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور 欲得光荣者须知光荣全归真主良言将为他所知他身起善行图谋不轨者将受严厉的刑罚这些人的图谋是不能得逞的。والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمهوما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير 真主创造你们先用泥土即用精液然后使你们成为配偶任何女人的怀孕和分娩无一件不是她所知道的增加长命者的寿数减少短命者的年龄无一件不记录在天经中她对于真主却是容易的وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونهاوترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون 凉海不一样这海是很甜的可口的淡水那海是很苦的咸水你们可吃每一海中所产的新鲜的肉又可采你们所戴的首饰你看船舶在海上破浪而行以便你们寻求他的恩惠以便你们感谢他 يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملكوالذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير 他是黑夜侵入白昼是白昼侵入黑夜他制服日月各自用行至一定期这是真主你们的主国土只是他的你们舍他而祈祷的不能管理一丝毫تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير 如果你们祈祷他们他们听不见你们的祈祷即使听见了他们也不能答应你们复活日他们将否认你们曾以他们配真主任何人不能像彻之人那样告诉你يا أيها
الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد 人们啊，你们才是需求真主的，真主却是无求的，却是可颂的。如果他抑郁，他将毁灭你们而创造新的众生。ما ذلك على الله بعزيز 那对真主不是烦难的。ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرِ 一个负罪者不再负别人的罪，一个负重罪者，如果叫别人来替他负罪，那么别人虽是他的近亲，也不能替他担负一丝毫。你只能警告在秘密中敬畏主且谨守拜功者洗涤心身者只为自己而洗涤真主是唯一的归宿 وما يستوي الأعمى والبصير 盲人和非盲人不相等 والظلمات ولا النور黑暗与光明也不相等。背阴和当阳也不相等。إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور 活人和死人也不相等真主必定使他所抑郁者能听闻你绝不能使坟中的人能听闻إن أنت إلا نذير 你只是一个警告者إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير 我却使你本真理而为报喜者和警告者没有一个民族则已只要有一个民族其中就有警告者曾经逝去了وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ如果他们否认你，那么在他们之前逝去者已经否认了。他们祖宗的使者曾昭示他们明证天经和灿烂的经典。然后，我惩罚了不信道者，我的谴责是怎样的？أَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ
难道你还不知道吗？真主从云中降下雨水，然后借雨水而生产各种果实。山上有白的、红的、各色的条纹和漆黑的岩石。ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور 人类、野兽和牲畜中也同样有不同的种类，真主的仆人中只有学者敬畏他，真主却是万能的，却是至赦的。إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور 诵读真主的经典且勤守拜功，并秘密的公开的分舍我所赐予他们的财物，他们希望这金银不破产。以便他使他们享受自己的完全的报酬，并把他的恩典加赐他们，他却是至赦的，却是善报的。الذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير 我所启示你的却是真理，足证以前的经典是真实的，真主对于他的仆人们却是彻知的，却是明察的。ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير 然后我使我所拣选的仆人们继承经典，他们中有自欺的，有中和的，有奉真主的命令而争先行善的，那却是洪恩。جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير 常住的乐园他们将入其中，他们在里面戴的是金镯和珍珠，穿的是丝绸。قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور 他们说一切赞颂全归真主，他去除我们的忧愁，我们的主却是至赦的，却是善报的。الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب 他是我们居住在常住的房屋中，那是出于他的恩惠，我们在里面毫不辛苦，毫不疲倦。الذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور 不信道者将遭火狱的火刑，既不判他们死刑，
让他们死亡，又不减轻他们所遭的火刑。我这样报仇一切忘恩的人们。وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. 他们在里面求救说：“我们的主啊，求你放我们出去，我们将改过迁善。难道我没有延长你们的寿数，使你们觉悟者有觉悟的时间吗？警告者已降临你们了，你们尝试刑罚吧，不义者绝没有任何援助者。”إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. 真主却是全知天地的幽玄的，他却是全知心事的。والذي جعلكم خلائف في الأرض.فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. 他是你们为大地上的代志者，不信道者自受其不信的报酬，不信道者的不信只使他们在他们的主那里受痛恨，不信道者的不信只使他们更蒙亏折。قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منهبل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. 你说，你们告诉我吧，你们舍真主而祈祷的那些配主怎么应受崇拜呢？你们告诉我吧，他们曾独自创造了天地的哪一部分呢？还是他们曾与真主共同创造主天呢？还是真主曾赋予他们一本经典，而他们是依据那本经典里的许多明证呢？不然，不义者就与欺骗互相应许。إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولاولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. 真主的确维持天经，以免毁灭。如果天地要毁灭，则除真主外，任何人不能维持它。它却是至仁的，却是至赦的。وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمْ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا. 他们指真主而发出最严重的盟誓说，如果有一个警告者来临我们，那么我们遵循正道必胜过任何一个民族。当警告者来临他们的时候，他们却更加悖逆。استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله.فهل ينظرون إلا سنة الأولين
فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. 在地方上更加自大，更加图谋不轨，阴谋，只因其创作者。 他们除了等待古人所遭受的传道外，还能等待什么呢？对于真主的传道，你绝不能发现任何变更。对于真主的传道，你绝不能发现任何变迁。 أَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا. 难道他们没有在大地上旅行，以观察前人的结局是怎样的吗？前人比他们势力更大。 真主是天地间任何物不能使他无奈的，真主却是全知的，却是全能的。 ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. 假若真主为世人所犯的罪恶而惩治他们，那么他不留一个人在地面上。 但他让他们延迟到一个定期，当他们的定期来临的时候，他将依他们的行为而报酬他们，因为真主却是明察他的众仆的。